نخلص بحول الله جل وعلا إلى قوله سبحانه وتعالى في وصف ذاته جل ثناؤه وتعالى ذكره من سورة الحمد: مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إضافة إلى ما ذكر من معاني الحمد ومتعلقات هذا الحمد ومقتضياته من كون الله جل وعلا المحمود، إنما هو محمود بما هو جل وعلا رب العالمين، بما هو الرحمن الرحيم، أضاف صفة أخرى وهي كونه جل وعلا ملك يوم الدين. ومعلوم أن فيها قراءتين مشهورتين: مالك يوم الدين وملك يوم الدين. الدين في هذا السياق هو الجزاء، يعني الثواب والعقاب، يعني الحساب، الدين. ويومه الموعود هو اليوم الآخر الذي يبعث فيه الناس من بعد موات، حينما يقدر الله جل وعلا أن تقوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه ملك، ملك، ملك لذلك اليوم الذي يقع فيه هذا الحدث العظيم وهو الدين، أي الجزاء. ووصف نفسه سبحانه وتعالى جل وعلا ذكره بأنه ملك من السلطان والقهر جل وعلا، وبأنه مالك من الامتلاك والحيازة. يعني الأمور كلها يوم القيامة، كل شيء ديال الله سبحانه وتعالى، لا شيء يتحرك أو يتصرف إلا بإذن الله جل وعلا، بإذن المالك لكل شيء في ذلك اليوم. ثم هو سبحانه وتعالى يتجلى بعظمته وبسلطانه وبقوته وجبروته، فهو إذن ملك. ولذلك قرئ ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. إذن هذا المعنى العام. ندخل الآن في تدبر المعاني من أجل أن نكتسب خلقا قرآنيا، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سبق بيانه مرارا كان خلقه القرآن. كيف نتخلق بهذه الآية العظيمة التي وصف الله بها جل وعلا نفسه فقال ملك يوم الدين؟ التخلق بها معناه أننا نتمثل المعنى والشعور والإحساس الذي ينبغي أن يقع بقلب العبد الذي شاهد وشاهد معاني الربوبية، من حيث إن الله جل وعلا ملك لليوم الآخر. فهذا المعنى العظيم الذي يجعل الإنسان المؤمن حينما يقرأ ويرتل ويتلو ويتعبد بين يدي ربه يجعله خاشعا، يشعر بالعبودية والذلة لله الواحد القهار حقا وصدقا، لأنه بين يدي ملك، والعبد بين يدي الملك لا يكون إلا متذللا، لا يكون إلا خاشعا خاضعا. فإذا هذه العبارة ديال الملك يوم الدين كتعطي للقلب واحد الإحساس بالخشية، إحساس بالخضوع، لأنها كتوريك المشاهد ديال العظمة ديال الله سبحانه وتعالى بما هو ملك لليوم الآخر. إضافة إلى هذا وذاك، العبد حينما يبدأ في التعامل مع الله جل وعلا عابدا أن الحمد لله رب العالمين وقد حمده على نعمائه ونعمه جملة وتفصيلة، وشاهد تلك النعمة وذلك الحمد وذلك الثناء لله سبحانه وتعالى وقد تجلت عليه معاني الربوبية رب العالمين،
ومن خلال الرحمة الواسعة المطلقة الرحمن الرحيم يجد الآن نفسه أي هذا العبد بين يدي الملك. الله جل وعلا ملك، بل هو ملك الملوك، بل هو الملك الحق الذي قام ملكه على السماوات والأرض والدنيا والآخرة. لا شيء في الكون يتحرك إلا بإذنه جل وعلا. هو مالك الملك سبحانه وتعالى، هو رب كل شيء ومليكه. فإذا المؤمن بهذه الآيات يستفيد معنى الخشية حقا. الآن كيوصل للحظة ديال الخضوع التام، لأنه راه هاد الصورة ديال الفاتحة فيها الآيات تتدرج وحدها كتوصلك للأخرى، والعبد خلال التلاوة والتدبر للآيات يترقى كيبدأ يطلع، لأنه قلنا الإنسان وهو يقرأ القرآن وهو يعبد الله هو في سفر وتقرب إلى الله جل وعلا. ولكن كل ما كتحس بالخضوع والخشية كل ما الروح كتقرب أكثر وأكثر من الله جل وعلا. وقرأوا إن شئتم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. راه هذا المعنى كيتحقق في هذه الآيات إلى قوله ملك يوم الدين. كيف يتحقق؟ تصوروا الإنسان كيصلي جاي من داره دخل المسجد ويكبر تكبيرة الإحرام ويبدأ في العبادة من التلاوة، ثم يركع ثم يقوم من الركوع ثم يسجد. يعني الحركة ديال المصلي من حيث الظاهر والشكل ديالها أنها كتجي من العلو للنزول، يعني من علو إلى أسفل، كيركع وكيسجد، يعني الحركة دي من التحت. هذه الحركة الظاهرة اللي كنشوفها بالعين، لكن الآثار ديالها عكسية تماما. يعني كل ما كتنزل كل ما القلب ديالك أو الروح كتطلع، بمعنى أن كل ما كيحقق الإنسان الذلة والخضوع كل ما رب العالمين كيحقق له الرفعة والسمو. ولذلك في الحديث وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهو بمجرد ما كيقول الله أكبر تكبيرة الإحرام فقد تقرب، ربك كيقرب لأنه ما وقف غادي كيمشي، الروح كتمشي. سيروا هذا جندان سبق المفردون. قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثير والذاكرات. هذا حديث لطيف كيبين لنا الحركة ديال العبادة كيفاش دايرة، بمعنى أن العبادة هي سير، راه ماشي العبادة هي كلام أو حركة كنديروها بالجسد ديالنا وإحنا يعني ثابتين في مكان معين، هذاك الظاهر. وإلا راه النفس كتمشي تقطع المسافات والروح تسير، لكن هذا السير إلى علو، يعني غادي للفوق. واحد الخطرة النبي صلى الله عليه وسلم مسافر بين مكة والمدينة وغاديين الصحابة على رجليهم، اللي غادي على رجلي على رجلي، اللي ركب على شي دابة ركب على الدابة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كيشوف واحد الجبل في الطريق معروف هذاك علامة، يعني واحد الجبل يعني بحال وصلنا للجبل الفلاني، علامة ديال أن وصلنا واحد المرحلة معينة في السير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما شاف هذاك الجبل، الجبل اسمه جمدان، جمدان، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سيروا، كيقول الصحابة سيروا تمشوا هذا جمدان الجبل الفلاني احنا وصلنا له. ثم قال سبق المفردون. قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. عندنا جوج ديال العبارات نوقفوا عليهم هنا في هذا الحديث باش نرجعوا للمعنى ديال الآية. العبارة الأولى سيروا، أمرهم بالسير. العبارة الثانية سبق، سبق سبقوا، يعني الناس اللي كيذكروا الله. سبق المفردون كيف رضوا الله، أي يجعلونه ويوحدونه ويجعلونه فرضا، هو فرض سبحانه وتعالى، أي ويتر، إن الله ويتر يحب الويتر، فرض صمد المفردون. والحديث صحيح الإسناد بالمناسبة، وهو مخرج في صحيح الجامع الصغير وفي غيره. فإذا قلنا عندنا العبارة الأولى سيروا، الثانية سبقة. هذيك سيروا الأولى كتتعلق بالسير اللي غادين به في الأرض،
لأنه غادي نروا من صفري سيروا هذا الجبل الفلاني، لأن ربط ليهم السير بجبل معين أي بالطريق، مما دل على أن المقصود بالسير هو السير اللي على الأرض. لكن لما قال لهم سبق المفردون تحول المعنى، ما بقاش السير تما ديال الأرض لا، ولا السير ديال السماء، السير ديال الروح، لأنهم قالوا سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إذن الأمر كيتعلق بسير الذكري ليس بسير الرجلي، السير الأول ديال الرجلين والسير الثاني ديال الروح. سبق المفردون، سبقوا إلى أين؟ سبقوا إلى الله جل وعلا بما فردوا الله ووحدوه أي ذكروه، لأن الأرواح تطير بأجنحة الذكر. سبق المفردون، ده حديث عجيب جدا كيوصف لنا حقيقة فعلا كيف أن ذكر الله، لأن ما نقول الذكر عبارة عامة يدخل فيها القرآن وهو رأس الذكر والصلاة والأذكار والتسبيحات وسائر الأعمال التعبدية كلها ذكر، حتى التفكر في خلق السماوات والأرض كل ذلك ذكر لله جل وعلا. سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إذن باش نتحققوا بأن العبادة ماشي جمود، هي حركة لكن قلبية، سير الروح إلى الله جل وعلا. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فدل هذا وذاك، يعني هذا الحديث والحديث الآخر، على أن الصلاة حركة، ماشي غير حركة بدنية ذاك الشيء اللي كنشوفه بعيننا، بل هي أعمق من ذلك، حركة الروح. إذا البدن كينزل راه الروح كتطلع تسير وتقطع المسافات الطوال إلى الملأ الأعلى. والشيء العجيب في العبادة أن كل ما البدن أعطى وضحى كل ما الروح كتجري بزاف، يعني الوقود ديال السرعة، ليصنص الله المزوط ديال السرعة هو إشغال البدني بالعبادة. لاحظوا الصوم، البدن كيتمحن الصوم ينقطع عن الأكل والشرب والشهوات جميعا، الحج، الزكاة، كل عبادة من العبادات إلا وللبدن فيها أداء ما كيخلصها من عنده، والصلاة كذلك حركة بدنية يركع فيها العبد ويسجد ويتحرك ببدنه إلى أسفل، إلى أسفل دائما. فإذا كل ما البدن كيخلص وكيعطي القوة من عنده كل ما الروح كتشتد في سرعتها وقوتها واقطعها للمسافات تجاه رب العالمين جل وعلا. سبق المفردون، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذه المعاني كلها كاينة في سورة الفاتحة. القلب إذن حينما يحمد الله ويشكره راه كيعترف بالنعمة، الحمد لله رب العالمين، وكيعترف للنعمة المول النعمة بالعظمة ديال مول النعمة رب العالمين، وقد بينا ما يسر الله من هذا، وكيتدبر ويتذكر الرحمة ديال مولانا الكريم، أي أنه وخر كيشكر ويحمد راه ماشي زعما دار شي حاجة من عنده، لا راه غير ربي يرحمه وجعله هو كيحمد ويشكر، وإلا كان بالإمكان أن الله عز وجل يمنعه من الحمد والشكر، فبرحمة من الله حمد العبد ربه وشكره. إذا كل هذه المعاني كتهيئ القلب حتى إذا وقع بالقلب ما وقع من الشوق والمحبة لله بهذه المعاني التي ذكرت، تجلت عليه عظمة الله جل وعلا بلفظ مالك يوم الدين، الملك ديال الله، وأنت عبد بين يدي الله كتدبر وكتشكر الله سبحانه وتعالى وكتحمده، لا يملك العبد بين يدي الملك إلا أن يكون خاضعا، أن هذا ملك، ملك الملوك، ملك ملك الأراضين والسماوات سبحانه جل وعلا. فإذا أنا وأنت هذا العبد الضعيف الفقير الحقير الذليل بين يدي هذا الملك العظيم المتكبر الجبار القهار سبحانه وتعالى، يعني العبد في هذه اللحظة كيوقع فعلا في خشية وخشوع وخوف، خوف من أن لا يكون قد استجلب رضا هذا الملك، لأن ما رضاش عليك الملك
فتلك مصيبة كبرى، أم المصائب. لأنه هذا الملك عنده يوم، يوم يتوعد به الناس، وهو يوم الدين، لأنه قال مالكي يوم الدين، يعني ماشي ملك يعني ملك والمملكة ديالو سايبة، لا، بل هو ملك يحكم مملكته ودير لها أجل وميعاد، هو يوم الدين. ولهذا العبد المتدبر فعلا التالي حقا وصدقا لا يملك إذا وقع بقلب هذا المعنى إلا أن يكون من الخائفين الواجلين حقا وصدقا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الواجل هو ذلك الخوف الشديد الذي يجعل القلب فعلا يضطرب خوفا من الله سبحانه وتعالى، بما علم العبد عن الله، يعني العبد يعلم عن الله، يعلم عنه من صفاته وأسمائه الحسنى ما يجعل قلبه فعلا، قلب العبد ما يجعل قلبه فعلا خائفا من مولاه الكريم. المعنى ديال الربوبية لما كيتجلى بالملك ديال الله سبحانه وتعالى وبالتنبيه إلى أن الحياة الدنيا منتهية إلى يوم، هذا اليوم هو اليوم الخاتم للكون، يوم الدين. ورغم ما في هذه الآية من الوعيد والوعد أيضا والخوف، لأن الملك ملك، العبد أيضا كيستفد معاني الرحمة ومعاني الطمأنينة من قوله ملك يوم الدين. ولهذا الله سبحانه وتعالى اجعلها لنا آية من سورة الفاتحة نتلوها كل يوم، كل يوم نتلوها. يتصور الإنسان لو أنه الآخرة ما كاينش، حتى حاجة ما تكون مستقرة في الأرض، يعني لا شيء يستقر، لا تكون إلا فتن تقود إلى فتن، رغم أن الزمان فيه ما فيه من الفتن، ما يمكنش الإنسان يوجد الاستقرار مطلقا. لأن الإنسان المؤمن الذي يعتقد بوجود يوم الدين يجعل قلبه، يعني هذا الإيمان هذا يجعل قلبه يطمئن إلى عدل الله سبحانه وتعالى، العدل ديال الله سبحانه وتعالى كي يعطينا الرحمة الآن في الدنيا قبل الآخرة. تصوروا مثلا الإنسان يسمع الأخبار، يعني من سائل وسائل الإعلام ومن المجتمع، أن فلان تعدى على فلان، وأن فلان اقتل فلان، ونهى برزق فلان، وأن الدولة الفلانية تدخلت في الدولة الفلانية واستعمرتها، وقتل كذا وكذا من الناس. يعني الإنسان إذا ما عندوش العقيدة اليوم الآخر غادي يمرض، تقطع وتمزق الأعصاب دياله، ما بقاش عنده قدرة نهائيا يتحمل مثل هذه الأخبار حينما تتكاثر وتتوارد وتتواتر كما هي اليوم في هذا الزمن. ولكن المؤمن كيعرف بأن الدنيا الحبل ديالها قصير، مهما فجر فيها الفاجر ومهما طاغ فيها الظالم، فالدنيا عمرها كلها من عهد سيدنا آدم إلى آخر من يكون من البشر عمرها قصير قصير قصير، ما هي إلا خطوات وتنتهي الدنيا. اليوم الحق إنما هو الآخرة، وله خلقنا لليوم الآخر، خلقنا لأنه هذا الأرض كلها والكون، الكون كله ما تخلق شيء باش يبقى. ولذلك الله سبحانه وتعالى الشيء العجيبة، العجيبة حقيقة وغريبة، أن هذا الكون على الضخامة دياله موقت بحل المكانة، يعني مركب لواحد اللحظة سميتها الساعة، حل المكانة تمام. هذه الساعة هي ساعة الانفجار أو الدمار، أي نهاية الكون، وهذه حقيقة قرآنية راسخة لا شك فيها ولا امتراء اطلاقا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، وعد الله عز وجل لا يخلف الميعاد. يعني هذا المعنى متواتر.